كنت صراحة كي روحي شفت قبض شوي في قبضة 40 بعد 2:30.
ما انت ما سويت لا انا حط ريد شوي عاد روح ينقى كيف حط ريدك شوي عاد بعد ما يمشي زياده كيف ايه لو نادر
النقعه اللي انت تقول عنها ولا شو؟ كيف تنزلها النقعه؟ كيف تطلع النقعه هذه؟ ايه؟ شويه شرعه قطره. انزين انت تقول تبي نقعات، كيف نقعات؟ هي هاي. هي هاي؟ بس. يعني هاي انت نزلتها يعني؟ جيت فتك موديل 2019 ماشي 3200 بعده. نعم. الموتر مبرمج في مكان ثاني وفي مشكله في البرمجه. نعم صحيح. وهالحين بنقيسه اول قبل لا نبرمجه. مشكلته انه يشرب بترول وايد وتقطيع يعني. وتقطيع شوي صوت والوت. نشوف المجربة الحين مندوسة. المشكلة ان تبديلاته شوية مو بصح. ايه مو بصح. يدقق ان شاء الله وبنرد بنقيسه.
ديل 20 هذا ولا 19؟ لا 19 19 ها؟ دقة في القيرة يوم يرجع سمعته؟ هاي من يمكن شو اسمه؟ احتمال انه يكون من البرمجة بس الحين شو بنسوي؟ بنغير له السوفت وير كله بنرد من البرمجة من اول جديد. انا اعتقد انه افضل. اول مرة اسمع موتر يدق شي يعني، ولا مرة مر علي فتك انه في دقة. ترى هو انا لاحظت في غيارات القير ايه مش طبيعية يعني، خاصة بثلاثة. إيه شفته يوم تونا غيرنا لغيار عكسي دق، بعدين أول شيء يمشي بعدين يفتح. ما أعرف شو
علي ضمان وين؟ بهون. تعديل نشوف ان شاء الله نزيد نلحق الصراخ. الخط الحين قياسه 100% اوكي، يعني المفروض انه في الخط ما يشرب بترول ابدا. وايد نعم الحين ما في دقة. هاي كل القطعة ما في. يا سويت سي شوف التعديلات حلوة، ما في دقنيشن ولا في هاك العقدات شفتها انا اليوم في القطعة. اي القطعة بترول على كل التبديلات زين عشان ما يسوي صوت دقنيشن. تحس انه يبدل الجير. قبل كانت مخربطه البرمجه. يغير ولا تدريبه. وايد زين.